مرحبا بك في قناة حميد بروف للأخبار. من فضلك اشترك في القناة باش توصل بكل جديد. ترامب يستعد لاتخاذ خطوة جديدة ضد الفلسطينيين قبل مغادرته البيت الأبيض. طلب المشرعون في جمهورية الكونغرس من الإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع السرية عن تقرير لوزارة الخارجية يميز بين اللاجئين الفلسطينيين المولودين في فلسطين المحتلة قبل عام 1948 وذريتهم، حيث بعث 21 نائبا جمهوريا برسالة إلى البيت الأبيض برعاية النائب دون غلامبر لحث ترامب على رفع السرية عن التقرير الذي يعود إلى عام 2012.